متابعي الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. بعد ما البارح جينا لنا واحد الزيارة لأحد أبناء المدينة العتيقة تازة العليا، واحد حملة تحسيسية أنهم باش ينظفوا جوانب باب الريح المكان الأصيل القديم اللي كتميز به مدينة تازة. سألت المجلس أو الجماعة الحضرية أو عامة شيخ تازة أن عاونتهم الصباح قدت الامور، لكن الشيء الغريب هو ان داك البلاصه غادي نهبطوا لها دابا متسبع الكرام، داك البلاصه قوة داك الواد الحار ولا بخرار ولا كيقولوا ليه، هو كيعكس الحشرات الضاره لهذه المنطقه السكنيه. ارتأوا هاد وليدات هذه المنطقه انه داس التازه العليا انهم ينظفوا هاد المنطقه من هاد الاشواك، لحقاش الاشواك وداك البخار كيعطي التلوث الجو، وبالتالي كيجمع الحشرات. حنا غادي نهبطوا دابا لذاك البخار وغادي نشوفوا منين ندوزوا. اجمنا سي عبد الله، منا سي عبد الله. متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، انا دابا شفت الدروج غير هاد ولاد هاد المنطقة، هاد الحياة السكنية هما اللي داروا هاد الدريجات. أنا سيب لاين سيب لاين يعني هاد المنطقة السكنية اللي هي هادي باب الزيتونة، واه معسكر كودي باب الزيتونة، يعني نقولوا باب الزيتونة معروفة باب الزيتونة، كتعاني من حشرات ديال الناموس هاد الوقيتة، وهنا كما قلنا حتى الحناش والعقارب والامور اللي ما الحشرات اللي ما مزياناش. خذ اما كما كتشوف الدراري كيحاربوا هاد الاشواك اللي هنا وهاد الزبل اللي هنا حاشاكم وهاد الامور اللي ما مزياناش. داروا مبادره فرديه شبابيه، نتمنوا انها تسمع بخير. حنا غادي نمشيو للبلاصه اللي ملوكه. متابعي الكرام هنا كما سمعنا راه كاين الحنوش ولا والعقارب، ياك اسي حمد؟ العقارب شنيوله كبيره والحناش وشنيولات والناموس في هذه البلاصه اللي كيدوز هنايا هذا الصرف الواد الحار. الواد الحار هو بقرار هينا بطلبات السيد العامل باش يغطي لنا هذا الشيء. ساعه ما كاينش استجابه والو هذه عامين، حنا كنديروا عريضه ومشى عند السيد العامل والو. متابعي الكرام حنا كنتواجدوا دابا حدا هنا حدا هاد واد الحر، هاد واد الحر هو اللي كيطلق هاد الحشرات وكيطلق هاد البخور، كيشكل واحد الضرر على الساكنه ديال معسكر كودير. اجي اخي حامد عطيني شي تصريح. بسم الله الرحمن الرحيم، اجي الضليله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حمد الزبعة من احد شباب ساكنه معسكر كودير. كما كتلاحظوا حنا واقفين حنا هذا المستنقع مسخ وكيدير مشاكل واضرار على الساكنه ديالنا هنايا في الحي ديالنا، بحيث ان عينا بالطلبات السيد العامل باش يديروا لنا شي حل هذا الشيء، مابقاش يطلعوا لنا الوسخ وشنيوله والعقارب. وانتم كتشوفوا دابا الشباب راه منغمس في العمل ديالو، كنتحدوا بيناتنا باش نحيدوا هذا الوسخ وهذا الشيء، زعما هذاك الشيء تطوع من عندنا ما كاينش زعما شي. والكلمه للاخ السي عادل خرخاش فهو احد الساكنه الشباب تازا، كنتقدموا للناس ديال البارك مشجعين ديال هذه الفكره، كنتقدموا بالشكر للناس ديال البارك اللي ساهموا معنا بالاليات وبالتراكسات الصباح، قصدناهم ما بخلوش علينا. اجي هنا الشمس عليك يا سي خرخش. المهندس سي ابراهيم والسي جلال، ابراهيم والسي جلال ما بخلوش علينا بالامكانيات، وانا كنتمناو يزيدوا لنا شويه المجهودات، يعاونوا شي شويه ديال التشجير، بغينا نديروا التشجير لهذ البلاصه كامله، ويعاونونا شويه ديال التربه الصالحه للغرف. وحيد لنا هذا الواد الحر هذا شويه. دابا باش كيأثر هذا الواد الحر؟ هذا هذا اللي شتي الناموس، ها هو مجموع الناموس كيرجع للولاد الصغار، كيرجع لهادي، كيرجع بزاف، كيشتوا الاضرار للناس، حتى الناس كيجيو هنايا كيجلسوا في الصيف كيبغوا يتبردوا، احسن يجي يلبس برد في راحته وكذا ويجلس هنايا. وهذا يعني هذه باب الريح.
هادي هي باب الريح، والساكنه ديال تازا ملي كطلع المتنفس الوحيد اللي كاين في تازا. المتنفس مزيان، وحنا بغينا نكبروا هذا المتنفس هذا، نزيدوا نكبروه بزاف ونديروا هنا كريسين ونديروا شجيرات. واحد الحديقه نموذجيه. نموذجيه. بحال باب الجمعه بحال. ويجيو هنا ونديروا دريجات زوادين وكذا ويطلع الامور على حق. يعني انتم الهدف ديالكم هذه الحمله هي الجماليه. هي الجماليه ديال المدينه والنظافه ديال المدينه والسكينات، حتى هي تلقى واحد المتنفس للوليدات ديالها هنايا ويكونوا لعاب. علاش ما يكونوش واحد اللعاب للاطفال هنايا صغارين يخرجوا هنايا يلعبوا. الوليدات الصغار اللي جاب شي بلاصه يلعب حسن ما يطلع لشي بلاصه اخرى ولا يجلس حدا الدار ولا هذي. هنايا ممكن يجي يجلس هنايا، نديروا الشجيرات هنايا وكريسين، العاب الولاد الصغار، انشطه كذا، اللي شي مدارس هكا يجيو لهنا يديروا المأكولات ديالهم. بغاو ولا اجتهدنا في هذا الشيء هذا وعطينا له واحد النظره للقدام، تكون واحد الجماليه مزيانه. دابا كيبان لك هذا الشيء موسخ، ولكن خدمنا شويه بشويه بشويه وكنصبروا المؤتمرات تكون شي حاجه مزيانه في الاخر. شويه التعاون والتضافر. شويه التعاون شي حاجه قليله، احنا ماشي بزاف، وخا شي كيطلب امكانيات بزاف فلوس كبيره، احنا ما طالبينش هذاك الشيء. هذاك الشيء بسيط يكون تقليدي وغير القصب وكذا والمسائل، وهنا الشجيرات عادي، والامور غادي ان شاء الله تكون بخير. واحد 3 سنين ولا 4 سنين نشوف. دابا انتم جاتكم الحرقه على هذا مهموله المئات السنين ولا الناس ما كيلقى عقرب كيهرب، كيلقى بنادم حناش كيهرب. تظلم تظلم، كاين الظلم، كاين الظلمه هنايا وكاين. علاش بنادم ما يجلسش هنايا وبلا ما حتى يمشي لبلايص اخرين ولا صغار؟ نتمنى يزيد لنا الظل البيض، يحيد لنا الصفر هذا، داك الظل البيض يتحيد، داك الصفر ويديروا لنا داك البيض ويعطيونا شويه الاناره هنايا. وامور بسيطه، ماشي شي ميزانيه ولا كطلب شي حاجه. الواسطيحين تما حنا نتحاولوا حنايا، غادي حنا نحفروا وحنايا نغرسوا وحنا نقابلوا بالماء وحنا كلشي. وهذا الواد الحر يتحيد حتى بلا ما يلهو لهنا. دابا واخا بلا ما يهود هنا يجلسوا خاصه بلا بلاصه، هذا الواد كيبقى، هذا الواد الحر ما يجلس حتى واحد هنايا. الريحه كيعطي الريحه هو اللي كيعطي الشنيولات وهاد الحشرات التلوث، كيساهم في التلوث ديال المنطقه. يا اخي شنو دير فينا؟ اجي اجي لا سي، لا غير اجي يا اخي، راك انت ولد المنطقه والدريبه. ساكن السلام عليكم. حنا كنضروا هذا واحد الشاب من الناس اللي لقيناهم البارح كيخدم بالتماره ديالو هذا الصباح، ولقينا المهم الناس اللي نجحوا هذه العمليه التحسيسيه. قلنا لك اش كيضرك في هذا الوضع؟ كنضر بزاف د الحوايج، منا العقارب، منا الشنيولات، منا بزاف د الحوايج. هنا دابا بنادم كيجي يجلس كيشمي شي ريحه كذا، شي عقرب يطلع له كذا ما كيعاودش كاع يرجع، كيخاف على ولادو، كيخاف على عائلته من هذا الشيء. المهم كنتمناو نقدو هذا الشيء ويولي مزيان، نديرو لنا شي جريده هنا نولي داك الشيء مريض مزيان. وهذا الشيء اللي كاين اللي كاين واحد، وكاين واحد نعتبروا واحد الناس ديال هاد السكينه فين داروا جرادي تا هما ونقاو وغرسوا. الا بغيت تمشي معنا تشوف نمشيو داك الشيء مزويون نحطو الطريفو. ها هو الناس هندية و كاين غرسو، كاين دير لي زويت ناس، كاين دايرين هنايا يعني كان هادشي كان مغرس وما كاين لا زرب لا والو، كان الحفاظ وكذا والمراقبة. واحد ما نرعش ما يكبش بنادم. دابا علاش هذا مزرب هنايا؟ على الناس اللي ضيعوا له هادشي، كيقول لك على ما يكبر زعما شي شوية كنحي هذا الزرب ونخلي. ها هو تبارك الله فيه مزرب، غير واحد الراجل عنده تقريبا شي 70 عام، وهو تا هو كنعاون في ذاك الدريجة الصابون هو راسو. يعني جات الفكرة جاتنا من هذا الراجل هذا، يعني بزاف عليه باش يجنوي. جاتنا من هذا الراجل، لقيناه هو شي باني عنده 70 عام كيخدم وحنا اللي صغارين ما كنخدموش. قلنا علاش ما نخدموش؟ قلنا باغي نخدموا في ذاك الشهر الايام ديال كورونا وكذا، وجات ما صلح لنا شيء، تفتحت شوية الابواب قلنا نشتغلوا هاد الايامات على هاد الجهات. وهذا هو الشكر الجزيل لجميع السلطة وجميع الشكر. شنو ضيف لنا يا اخي حميد؟ هضرنا على ابو خراراف. كنشكروا قناة شوف تي في على التغطية الصحفية اللي زعما وصلت معنا لهذه المنطقة هذه صعيبة وكذا، وكنقولوا على الله زعما المسؤولين ياخذوا هادشي بعين الاعتبار ويجيو يشوفوا هاد الناس فين عايشة. هذه راه زعما مشكلة كبيرة على دور العام، ماشي في الصيف ولا على أربع فصول كنعيشوها هكا ديما ديما ديما. زعما السيد العميل إلا كان زعما وصلاتو هذه الرسالة ومشكور مشكور، حنا عارفين العميل جا باش يخدم في هذه المدينة برافو عليه، إلا يجي يشوف لنا الحالة هذا السكينة هذه. والمشكل الأكبر هو أن هذا الواد ديال بوخراب اللي ما عرفش السكينة ديال تازة أنهم كيسقيو به الناس هنا القصبور المعدنوس، وراه المواطن اللي كياكلوه في الأخر. يعني لا تقطع عليكم هادشي، راه هذاك القصبور راه كيتباع في السواق، والمعدنوس راه دابا لا بغيتي تبعتي هنايا البحيرات تقال البحيرات غير من البحيرات من تحت. يعني اللهم يتحيد هادشي، صار المواطن ما ياكلش شي حاجة اللي قبيحة اللي تحيدو بعدا ما يضروش. وكنشكرو شوف تي في، وكنشكرو جميع الشباب واللي سهر واللي سهر معنا على هذا الموكبة ديال هذا النشر. نقراو شويه ديال الاسئله. نبيل قال لك بادره شبابيه مزيانه،
سما بادرة طيبة تحفز جميع أبناء المدينة تازة النهوض بمدينتهم لأنهم الوحيدين الذين يعول عليهم في غياب تام لمجلس المدينة ليهتموا ولولدو خير. فين بلاصة هذه؟ باب الزيتونة لي روشي باب الريح يا أخي نبيل كونكودير. نبي شباب لديه غير تحياتي أمل لحول أمل لحول متتبعي الكرام كما شفتوا كنا في واحد الجولة بمدينة تازا وبالضبط حدا لي روشي باب الزيتونة أو كونكودير. هاد الناس كيعانيو من هاد الحشرات نتيجة هاد واد الحر اللي كيأثر عليهم. هانتوما كتشوفوا مجموعة شبابية أبناء المنطقة أبناء المدينة العتيقة تازا العليا اللي خداو المبادرة ما كيطلبوا غير الدعم المعنوي ما كيطلبوش الدعم المادي كيطلبوا الدعم المعنوي أدوات باش يكملوا هاد الشيء ومساعدة معنوية من المجالس وكيطلبوا التشجير وتكون هنا جمالية. ما حق مشروط لشباب ناجح حق مشروط لشباب ناجح ما كتلقى الشباب ناجح كيطلب أن غير جمالية الحي ديالو فما احوجنا لمثل هذا الشباب. متتبعي الكرام متابعي قناه شيف تي في كنتم على المباشر كان معكم عبد الله من مدينه تازه.